ما انت وحان ربا انا كلو ذا وعمل الهي جعلي هي ان بيدي سا او كو اماني دتك وناكسن او كو اماني انت كلمة اهاني حدا سميست وحول بو الهي كسينا يا دوينا كوسينا يا وكجعلانا يا كوحفذينا يا عذاب القبر وكا الى لنا يا نارتن وكا الى لنا اهل الجنه ان شاء الله تعالى اتقنيسد عمل كاس محوية هي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لها إلهي درتي سجعلها ميل والبدون كاتك جوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة دي طبن يو أفراد وبرنامج كي اسنين لها أها أعمال أما أقوال إلهي جعلي هي كو جعلانا يا هداس ميسي هدو كو جعلانا كو حفظنا يو نارتا وكابت بادنا يو كودن بدافا يو جنن وكوغلنا إن شاء الله تعالى عمل كان ربنا ما انتنا كل وذا وحوى التوكل على الله إناد إلهي تلسارت أرن كان توكل كولا على يالو دادك وحيكيين سدح قيبوا قارن وح توكل نبا معتقات سنوحي كله وحا وح ليزيني ما وحا وحا بكا مجراني كليين اسكي إلهي لحظة كاسر الحموة قارن وحوى البحوك اللي توكلتوا على الله عملنا ما سمينا تاسن وح قلد واي تن لحظة أغص حسن مركا وحاوا التوكل على الله إلها تلسارنا أسبابتنا وقاذنا أسبابتنا وقاذنا توكل على ما ربنا إله سبحانه وتعالى قرآن كوشيلي إله سبحانه وتعالى وحول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلهي قفكي تلسارت وحول بقوك كافنا أنبي ذا نبي محمد مركي إلى لهدا فإذا عزمت فتوكل على الله على الله لكن وحاكوه الرئيس مركور أسبابتي إنا سوق ذات وترى إذا قال محالي قبا هيا أني إنا سميه رسول صلى الله عليه وسلم مالنا ويمدح يا رسول الله أتركها وأتوكل قيلو وتي قيلك إنا كتغم يا اسكت توكل أو حير لا اعقلها ثم توكل على الله قيلك أنا ميل كحرو كدي من إلهي تلصارو توكلكم عني سحواي إلها تلصارنا واي إلها تلصار النساء إلهي إنا تلصار في وحلو باهي هواي قفك أسباب تقاضو لو باهي محالي باهي أنيقا وحاق باهانا إنا شقيستو محول على عقار روايا محالي باهي إنا شقيستو إنا شقيستو إنا شقر راديو وإنا وحو برتو عرورا روايا سوماهن عرور إنو إلهي سي وحاق باهانا مركي إنا نقورسد إنا نقورسد وإنا راتسد قبر وناكسن إنا راتسد وحالو باهي مركة توكلك إلهي واتالة سارانا لكن أسبابتي لي قربي واسمينا الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وحو ليه التوكل وجماع الإيمان واهي إلهي سبحانه وتعالى وحير وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وإلهي تلصارته ذاتهن دد مؤمنين إلهي تلصارته ذاتهن دد مؤمنين إذن توكلك إلهي إلا تلصارته وحي كمتها دينتي كمتها إيمانك كمتها نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وحكوي الحديث نسيف عن رئيسه لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله حديث الصحة أد إلهي أتلصار لهذين أتوكل لهذين لرزقكم كما يرزق الطير وحو إذن أرزاق لها سدو شمبرت أرزاقه تغدو خماصا وتعود بطانا وحي بحيسا صبح إيضو علوش هذا فادي إيه علوش هذا من لعرت إسكول لقينيهين هبين كين وحيسون نقونيسا بطانا إيضو علوش هذا بوحب الله عليه شنبرت بنجي ما أفرا سوق مي هاي ستا وي بحيسا إلهي تلصارت رزقي دونتي وحيسون نقونيسا إيضا وحونتي شنبر ما عرات بحذي أو وحون نصون نقطة أما علينا صوعون تموح صوعون إلهي وحو أغطالق عليه انتو إلهي أغطالق الويس يغنيسا سيدا درتيت وحا أباها نمرك إنا إلهي تلصارنو أعماش مركا سمينيس توكلتو على الله دي إلهي تلصارو وناكستو سمينيس إلهي كو تلصارو أدين أسباب تقاضو محالة قارها بإنا سمي سمي إلهينا تلصارو خير الله كسي جزاكم الله خير بارك الله فيكم إلهي سبحانه وتعالى هيدين حفظي الله نوفضو ذي توكلك وعمل أذقواي دادك قاركو ذا سيقال ذي أفهم سيهين لبقو الله صوشيقني قارنو ما باعتقاد سنة قارنو حيو سميين توكل ما وحكا ما بجري كليين مي رسول صلى الله عليه وسلم أنه غفلا وون قادنا أي أسباب تو قادنا أي حد في غزوة بدر تقال كين وسود دي وسود يا جروبي تو إلهي وطلا صارت الدعاء ذي وسمي ساسالو باهي هل نحكي لهم باهنا خير الله يدين جزاكم الله خير بارك الله فيكم إلهي درس سيدي جعل حي وينو سنين سو صوت إلى سنين سو صوت لا جارة وحالة جارة بقى
كان إنا دقيستيد كووي هورو كفائديستيد واتكو عمل فشد ولا لها كلمة بس يقول بس خير الله كسي. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.